يجب أن أنقل تقديرنا الصادق لكل من شارك في التخطيط الدقيق لهذه القمة وفي التحضير لها، وأود أن أوجه التهنئة الخاصة للفريق الذي عمل على موقع القمة على الويب لعملهم المتميز كما رأيتمه. واستضافة الجزائر للقمة هي شهادة على دورها الرائد في قطاع الغاز الطبيعي، مما يتضح من خلال عدة إنجازات رائدة: إطلاق أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في عام 1964، وإقامة أول عقود غاز طويلة المدى في عام 1969، وتنفيذ خط أنابيب تحت البحر يربط بين إفريقيا وأوروبا، والحفاظ على مكانتها كمورد موثوق للغاز الطبيعي.